تحرك مفاجئ لجبهة القبيطة إلى الشمال من محافظة لحج. فمنذ فجر الأربعاء شنت المقاومة والجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع الميليشيا في المديرية، تزامنت مع تحرك مماثل لجبهة حيفان المجاورة التابعة لمحافظة تعز. يأتي هذا التحرك بعد توجيهات صادرت عن المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن وقيادة التحالف العربي، دون أن تتوفر دلائل قوية على إمكانية استمرار هذه المعارك حتى تحقيق أهدافها العسكرية الكاملة التي تشمل فيما تشمل التوجه صوب تعز. المتحدث باسم المقاومة في مديرية القبيطة علي المنتصر أكد لبلقيس أن هجمات المقاومة أسفرت عن انتصارات ميدانية تمثلت في استعادة عدد من المواقع المهمة. وقال المنتصر إن المقاومة استعادت السيطرة على مدرسة الفلاح وموقع سنترال، ويبعد هذان الموقعان مسافة 10 كيلومترات تقريبا إلى الجنوب من مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز. وسيطرت المقاومة والجيش الوطني على جبل الأخمار المطل على وادي الربوع حدابة، كما سيطر على الحنكة يوسفيين ومنطقة الحلاجين. وبحسب المصدر فقد انسحبت عناصر الميليشيا مخلفة وراءها كميات كبيرة من العتاد والألغام، وبين هذه الأسلحة مدفعان من عيار 23 و12 سبعة. وفي مديرية حيفان المجاورة اندلعت اشتباكات بين رجال المقاومة وعناصر من ميليشيا الحوثي المرابطة في المديرية، شهدت تدخلا محدودا لطيران التحالف الذي وجه صباح الأربعاء ضربة واحدة على الأقل على تجمع للميليشيا في هذه المنطقة. يأتي ذلك فيما تشهد معارك كرش الشريجة جمودا بعد أن عاشت خلال اليومين الماضيين ساعات من المواجهات الملتهبة أسفرت عن تقدم للجيش الوطني والمقاومة باتجاه الشريجة التابعة لمحافظة تعز.